الداخلية تواصل عملياتها الأمنية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وحملة للحد من ظاهرة التسول والإتجار بالبشر. فريق الجهد الخدمي يدخل مناطق ببغداد لم تدخلها الخدمات لسنوات، ومجسران في الرصافة والكرخ قاب قوسين من الافتتاح. العراق واليابان يوقعان مذكرة تفاهم حول التعاون المصرفي، وحرص حكومي على تطوير عمل المصارف العراقية. المثنى تشهد وفرة في المحاصيل الزراعية، وفي المقدمة الحنطة ودعوات لاستثمار الأراضي الزراعية في المحافظة. ألقت القوات الأمنية القبض على 120 مخالفا غالبيتهم أجانب في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد. مصدر أمني أشار إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية تفتيش ضمن منطقة المهدية في الدورة، تم خلالها إلقاء القبض على 48 مخالفا عراقيا بتهم مختلفة، فيما تم إلقاء القبض على 72 متهما من جنسيات عربية وأجنبية مخالفين لشروط الإقامة. هذا وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت الشروع بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش لملاحقة عصابات الجرائم المنظمة والجنائية والخارجين عن القانون والمخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، وتنفيذ مذكرات القبض القضائية وفرض القانون ضمن مناطق الكمالية الشماعية، الحواسم، الاستكشافات النفطية، الدورة، سويب، وذلك في جانبي الكرخ والرصافة. أعلنت وزارة الداخلية تشكيل لجنة خاصة للحد من الإتجار بالبشر، فيما أشارت إلى عقد اتفاقية دولية بهذا الشأن. المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشأن ظاهرة الإتجار بالبشر ذكر أن الحكومة العراقية قامت بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري برفقة عدة دوائر ووزارات، فيما أشار إلى تشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات برئاسة المحافظين وأعضاء الوزارات، وتابع أن العراق قام بعقد عدة اتفاقيات في مجال هذه الجريمة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الإقليمية. مديرية الإتجار بالبشر وخلال مؤتمر صحفي عرضت نشاطاتها بالأرقام للعام السابق والأشهر الأولى من العام الحالي. النشاطات بأعداد المتهمين والمحكومين والأوراق التحقيقية والضحايا منذ ارتباط قسم مكافحة الإتجار بالبشر بوكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية. الاستغلال الجنسي 202 متهم، الأعضاء البشرية 123، العمل القسري 264، التسول 1230، بيع الأطفال 28، جرائم أخرى 19 متهم. بلغ عدد المحكومين 252 وأعداد ضحايا التجارة بالبشر 204. كذلك وكما نوه السيد الناطق الرسمي بدخول اختصاص ظاهرة التسول، فقد تم القبض على 1230 متسول، وأيضا المتهمين الملقى القبض عليهم بجرائم التجارة 636، وبلغ عدد المتهمين الكلي 1866. العمليات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية في عدد من أحياء العاصمة بغداد نتج عنها إلقاء القبض على مئات المطلوبين والخارجين عن القانون. مراقبون ومواطنون أشادوا بتلك العمليات كونها ستسهم بتنظيف تلك المناطق من المجرمين. صباح حكيم. جهود أمنية واسعة لا زالت وزارة الداخلية تنفذها في أحياء بغدادية مختلفة ضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد لتنفيذ حملات بحث وتفتيش في مناطق واسعة لملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء والمخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة
والجنسية. هناك جهود أمنية واضحة جدا في استقرار الوضع الأمني في العراق من خلال العديد من الخطوات والاعتماد الجهود الاستخباراتي والمعلوماتي، وأيضا هناك جهود أمني واضحة من قبل القوات الأمنية. هذا يعني يبين بشكل واضح أن هناك خطط أمنية مدروسة وحقيقية وضعت من قبل هذه الحكومة، سواء كان من قبل وزارة الدفاع أو من قبل وزارة الداخلية. تسهم هذه العمليات التي تنفذ في بعض أحياء العاصمة في النجاح بإلقاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط وحيازة بعض المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، وشكلت تلك العمليات حالة من الارتياح الشعبي النسبي مع نجاحها في تنظيف بعض مناطق العاصمة من المجرمين والمخالفين والمتاجرين بالأعضاء البشرية والمتعاطين أو المتاجرين بالمواد المخدرة. نتمنى أن هذه الحملات تستمر ليس فقط في هذه المنطقة وإنما في كل مناطق العراق للحفاظ على حقيقة على أبنائنا وعلى شبابنا وعلى أولادنا. حماية الوطن من شرور المخدرات وأي آفات أخرى هو جهد يعني مشكور عليه، سواء وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى. بالحقيقة هذا الإجراء لا يمكن أن يكون مكتملا ما لم نقطع الورود من المنبع. تستهدف تلك الصولات الأمنية أوكار الجريمة المنظمة والمطلوبين للقانون والخارجين عنه، والأشخاص من جنسيات أجنبية وجدوا في هذه المناطق والأحياء التي لربما لم تشهد عمليات تفتيشية سابقة ملاذات غير شرعية وفرصة للبقاء بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية. صباح حكيم، الفرات. أعلنت قيادة فرقة الرد السريع إلقاء القبض على عدد من الأجانب المخالفين لشروط الإقامة. وذكر بيان للقيادة أن اللواء الأول في فرقة الرد السريع تمكن من إلقاء القبض على 29 أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة، فيما أشار إلى ضبط مبلغ مالي وجوازات سفر منتهية في مناطق سبع قصور وحي البساتين وحي الشعب في بغداد، لافتا إلى أن العملية تمت بالاشتراك مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقيادة شرطة بغداد الرصافة ودائرة الإقامة في وزارة الداخلية. أعلن جهاز الأمن الوطني ضبط أكثر من 2500 طن من الحنطة المهربة والتالفة. مفارز جهاز الأمن الوطني وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية تمكنت من ضبط 14 عجلة محملة بأكثر من 400 طن من مادة الحنطة المخصصة لمفردات السلة الغذائية في كركوك وصلاح الدين وكربلاء وواسط، فيما تم ضبط نحو 1800 طن من مادة الحنطة التالفة في مخازن منطقة الحامضية أثناء نقلها إلى سايلو الرمادي لتسويقها للعام الحالي. على الرغم من تشكيل لجان تحقيقية بالحرائق التي التهمت أهم الأسواق التراثية في أربيل، إلا أن أصحاب المحال التجارية لم يستبعدوا أن هناك أياد خفية تقف خلف تلك الحرائق على الطائي. مسلسل الحرائق للأسواق التجارية في إقليم كردستان يستمر بشكل تصاعدي غريب، فبعد حرائق أسواق اللنقة في أربيل والسوق الشعبي في دهوك وصلت النيران إلى أحد أهم وأقدم الأسواق التراثية والشعبية في العراق، سوق القيصرية الملاصق لقلعة أربيل الأثرية والذي يمتد عمره إلى مئات السنين ويضم 4000 محل تجاري. الساعة 8:30 مساء تصاعدت أعمدة الدخان من وسط السوق الذي يغلق أبوابه بعد أذان المغرب. النيران التهمت أكثر من 200 محل تجاري وحالت البضائع إلى رماد.
الكارثة استمرت 4 ساعات متتالية، تمكنت بعدها قوات الدفاع المدني من السيطرة عليها. وصلت فرق الدفاع المدني على الفور إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق. كانت هناك عدة إصابات، ولكن لحسن الحظ لا يوجد ضحايا بشرية. يوجد إهمال من أصحاب المحال الذين يغطون بضائعهم بقطع القماش، وسنستمر في اتخاذ الإجراءات لتنظيم المحلات التجارية. وزارة الكهرباء وفي بيان رسمي استبعدت أن يكون السبب هو التماس الكهربائي، فيما بقيت لجان التحقيق تمارس عملها لمعرفة ملابسات وخيوط هذه الأحداث الغريبة التي ضربت إقليم كردستان في الأشهر الماضية، والتي تستهدف الأسواق الشعبية وأرزاق البسطاء. كل التوقعات تشير إلى وجود يد خفية تقف خلف هذه الأحداث التخريبية. السبب لا معلوم، يعني بصراحة ما أقدر أني أقول لك هذا السبب، لأن بس أقول لك بصراحة الخسارة هواية، الخسارة يعني احتمال بقدر مليارات دولار، لأن هذا السوق سوق القيصرية هو معروف، يعني يعتبر ببورصة سوق أربيل. نطلب من الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تعويضنا عن الأضرار المادية الكبيرة التي تعرضنا لها. خسائرنا كبيرة جدا ووضعنا المادي صعب جدا. القوات الأمنية التي أغلقت المكان منذ ساعة بدء الحريق ساعدت أصحاب محلات الذهب والمجوهرات على نقل المصوغات إلى مكان آمن، لا سيما وأن الحريق كان ملاصقا لأكبر وأهم أسواق الذهب في الإقليم، وقد يكون السبب هو نهب هذه المحلات كما يعتقد البعض. من أربيل لقناة الفرات على الطائي. أكد فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي في بغداد استمرار مشاريعه الخدمية في أحياء متعددة من العاصمة. وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي لمحافظة بغداد عبد الرزاق المالكي إن هناك أحياء متروكة ومعدومة الخدمات لأكثر من 24 سنة دخلها فريق الجهد الخدمي، خاصة في مدينة الصدر الأولى والثانية وكذلك قاطع الشعب. وتابع أن هناك خطة واسعة ستكون أيضا ضمن قاطع بلدية الشعب ضمن منطقة 7 قصور، ومن المؤمل المباشرة بها خلال شهر حزيران، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تعتمد على التخصيصات المالية. أكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار أن هناك مشروعين من ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية سيتم افتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة. وقال الصفار في تصريح صحفي أن مشروع مجسر منطقة الداخل والذي يربط مدينة الصدر بمنطقة شارع فلسطين سيتم افتتاحه قريبا، والمجسر الآخر في جانب الكرخ مجسر الشالتشية سيتم افتتاحه في الأيام القادمة. وأضاف الصفار أن خطة الوزارة المستقبلية هو الإعلان عن العمل بمشروع مجسر آخر إلى جانب مجسر الفنون الجميلة في المرحلة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية. أعلنت دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان قرب إنجاز مشروع جسر النهيرات ومقترباته في محافظة البصرة تزامنا مع ارتفاع نسبة إنجازه إلى 92%. ويعد جسر النهيرات من الجسور المهمة والحيوية في المحافظة كونه يربط قضاء شط العرب وناحية النشوة بقضاء القرنة ومناطق شرق نهر دجلة مع الطريق المؤدي إلى بصرة عمارة بغداد، وسيسهم إنجازه في انسيابية حركة مرور مركبات المواطنين والشاحنات ذات الحمولات الكبيرة المارة بعدد من الحقول النفطية المهمة، منها حقل مجنون النفطي وحقل اليمامة النفطي.
في يوم ما كانت المدائن نزهة الأسر البغدادية بسحر جمال بساتينها ومتنزهاتها، إلا أنها اليوم تعاني من الإهمال. أهالي القضاء طالبوا الحكومة المحلية بتوفير الخدمات الأساسية لمدينتهم. المزيد في تقرير الزميل أحمد الزيدي. لطالما عرفت مدينة المدائن جنوب العاصمة بغداد بخضرتها وخصوبة أراضيها وكثافة الأشجار فيها، إذ يمثل المتنزه الوطني متنفسا سياحيا ومرفقا مهما لأهالي العاصمة للخروج من ضغوط الحياة، لكنه اليوم يعاني من الإهمال والاندثار والقطع الجائري للأشجار، الأمر الذي دعا أهالي هذه المدينة إلى المطالبة بإعادة الاهتمام بالمتنزه. يعني هي راد الألعاب السوالف سياج، هاي اهم شيء سياج، احنا اذا ينسد سياج نسيطر عليها، بس سياج ما بيها. انا بالله شوف السياج هو كله واقع، بس اهم شيء سياج. الانقطاع المستمر للمياه وتلوثها بالاضافة الى عدم تعبيد الشوارع في اغلب مناطق القضاء فضلا عن غياب تصريف مياه الامطار هو ما يشكو منه اهالي قضاء المدائن، الامر الذي يحتاج الى تفعيل الجهد الخدمي لتغيير واقع المدينة. والله من سبب الشوارع جاي المياه عزنا خف شوية، ايه وشوية بريحة ايه ينقطع ايه الله بالمطر تسحب. الخدمات متوسطة، التبليط موجود، يعني هسه هذا الشارع مبلط، بس عندنا مي الامطار هنا ما تتصرف. التبليط ما سووا يا تصريف مال المي. المي والماء والكهرباء هم نفس الحالة، هم والله فترة وفترة تنقطع المي، ما يعني الكهرباء ماكو إلي، يعني فترة وفترة شوية يصير أحسن، وعندك الماء يعني إذا أجانا هو خابط بريحة. وعلى الرغم من إعادة إكساء الشوارع والطرق الرئيسة في قضاء المدائن، إلا أن الأحياء السكنية ما تزال تعاني من نقص الخدمات وترديها. وتحتاج مدينة المدائن إلى التفاتة حكومية تغير من واقعها الخدمي المتردي وتحقق المواطن العيش المناسب. من مدينة المدائن جنوب العاصمة بغداد، أحمد الزيدي، الفرات. وللمزيد ينضم معنا الدكتور محمد الربيعي، مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد. بداية مساء الخير دكتور محمد، ما هي أبرز المشاريع الخدمية التي تنفذها ملاكات الأمانة في الوقت الحالي، لا سيما فيما يخص الخدمات ومشاريع فك الاختناقات المرورية؟ مساء الخير، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام قناة الفرات الفضائية الغراء. أتمنى إن شاء الله أحصل على الدكتوراة، أنا بعدني مهندس ما محصل على الدكتوراة. إن شاء الله يا رب نتمنى تحصل عليها. أمانة بغداد لديها حزمة من المشاريع أطلقها بموجب البرنامج الحكومي، ووفق هذا البرنامج كان يتضمن محاور مهمة في تقديم الخدمات السريعة على المستوى القريب، واللي هي ضمنت إنجاز أكثر من 108 حديقة كمساحات خضراء واسعة في المنطقة بغداد، وقسمت هذه المناطق على 14 بلدية في كرخها ورصافتها، مما تضمنت تجهيز هذه الحدائق بكافة الأثاث والمستلزمات للعائلة البغدادية. واليوم أكو هناك فسحة من العوائل البغدادية، لا تذهب فقط مثل السابق إلى الزوراء، ولكن تذهب إلى الساحات والمتنزهات والمناطق الخضراء. جانب آخر، نعم، أمانة بغداد بدأت بشروع في خطتها الجديدة بإكساء مدينة 4 محلات سكنية بالكامل في مدينة الشعب، نعم، و4 محلات نظيرتها بالكامل في مدينة الأعظمية. وضع حجر الأساس لشركتين بالتعاون مع هذه الشركات من شركات القطاع الحكومي، شركة آشور وشركة حمرابي. سنطلق الإكساء في الأسبوع القادم لمدينة الصدر، صدر 1 وصدر 2 ب8 محلات، أيضا 4 بصدر 1 و4 بصدر 2. تليها إكساء مناطق قاطع الرشيد اللي هو أكبر قاطع يشكل كمساحة جغرافية في بغداد، نعم، يبدأ من السيدية صعودا إلى البياع والحي الجهاد. أكثر من 13 محلة ستطلق بها حملة إكساء. بالحصيلة الأخيرة، أمانة بغداد بالفترة القادمة ستعمل بتوازي بالمشاريع الاستراتيجية بشركتها ونظيرتها، نعم، مع وزارة الإسكان والعمار بفك الاختناقات للجسور والأنفاق والساحات
إضافة إلى الإكساءات، زائد إكمال مشاريع المتنزهات اللي هي إكمال متنزه أبو نؤاس، إكمال متنزه الكاظمية، ودخولا بمتنزه جديد يسمى متنزه أو كورنيش الدورة، ولأول مرة يطلق هذا المتنزه. الفكرة والرؤية اللي عندنا في قلب العاصمة، قلب بغداد، هناك أعمال راح نطلقها في المرحلة القادمة جديدة، تصاميمها جديدة. في مركز بغداد الكرخ القديمة كاد تكون خضر الياس ومناطق الدائر من خضر الياس، زائد نطلق الكورنيشات الجديدة اللي في أطراف بغداد، تلحقها مدينة الزعفرانية اللي راح نطلق بها مشروع مزارع بغداد أو ما يسمى بالحدائق الخضراء اللي نسميناها غابات بغداد. طيب دكتور، هو أريد أسألك عن التصريح اللي صرح به أمين بغداد، أعلن عن قرب الشروع بغابات بغداد في معسكر الرشيد، هل الأمور اكتملت حول البدء بهذا المشروع؟ جاهز للتنفيذ؟ الرؤية اكتملت. نعم. الرؤية اكتملت، التصميم جاهز، اكتمل التصميم بديع جدا من قبل الشركة المستثمرة، هذا ليس مبالغ من الحكومة العراقية، بل هذه هي مبالغ لمستثمر حالتها الحكومة العراقية مع أمانة بغداد لإكمال التنفيذ. سوف نكمل الآن الموديل ونعرضه إعلاميا، كيف سيصبح الرشيد بعد سنة، كيف سيصبح معسكر الرشيد بعد سنة وتسمى بغابات بغداد. وسنطلق مشروعنا اللي صرحنا عنه قريبا، هو مشروع صدر ثلاثة أو صدر الجديدة، مدينة صدر الجديدة، وأيضا سينطلق لدينا محمد القاسم وموسى بن نصير الشوارع اللي توسعة لحولي بغداد اللي هي الشوارع السريعة. هذه الانطلاقات مع المشاريع الجديدة مع المشاريع المستمرة، لدينا حزمة من هذه المشاريع سنعلن عنها واحد تلو الآخر بتفاصيلها. نعم. القادمة، الخطة القادمة لأمانة بغداد هي خطة إعلان المشاريع بطريقة تختلف عن الطرق على الطريقة السابقة. نعم نعم. زين، أكو أيضا تصريح آخر للسيد الأمين أكد من خلاله أكو مشاريع لمجسرات تخص الأمانة إلى جانب مشاريع فك الاختناقات المرورية، وأنت ذكرت البعض منها خلال الحديث. زين، إيش قد يستغرق وقت هذه المشاريع حتى تكتمل؟ ستة أشهر القادمة، بدءا من شهر حزيران القادم ستطلق أمانة بغداد 8 مشاريع تساند فك الاختناق الأول، واللي هي مجسرات 4 و2 أنفاق، فضلا عن 27 جسر مشات. نعم. 7 من هذه الجسور في شرق القناة، و10 في جانب الرصافة، و10 في جانب الكرخ. هذه 27 زائد 6 راح يصير عندنا مشاريع جديدة ستنطلق قريبا، هذه من بدءا من 1/6. نعم. وسنقطف ثمارها في فصل صيف 25. زين. عام يعني منا إلى فصل 25 2025 بصيفنا راح تكون هناك متتالية الافتتاحات، يطلق أول افتتاح، نطلق أول افتتاحاتنا القادمة بعد افتتاحنا الأخير بقرطبة، سنطلق في الشهر السادس افتتاح، وثم الثامن، وثم الدعش، وثم الشباط 25، ومن ثم في نهاية صيف 2025. زين، احنا عندنا مشكلة متابعة من قبل يعني الحكومة العراقية. نعم. وتحديدا من قبل دولة رئيس الوزراء يوميا. طيب، احنا عندنا ايضا أزمة في السكن بالعاصمة بغداد، يقابلها اكو تمدد سكاني في وسط العاصمة، شلون انتم كأمانة بغداد تقدرون تحافظون على المساحات الخضراء؟ اكيد عندكم خطة. هي تحدي كبير. السيطرة على التجاوزات تقريبا في المرحلة الأخيرة من سنة ونصف قلت مشكلة التجاوزات، ولكن نعم. لدينا إرث كبير هو التجاوزات اللي بعد 2005 إلى 22 أو لل 21، هاي التجاوزات اللي هي التحدي الكبير لأمانة بغداد، ليس هو تحدي فقط للمؤسسة الأمانة أو نعم. العاصمة، هو تحدي للمؤسسة الوطنية بصورة عامة، لأن أنت اليوم مع التجاوز تشوف البديل للسكان أو البديل للمواطن اللي متجاوز يريد سكن، أو المواطن المتجاوز على الرصيف يريد بديل للعيشة مالته. هذا التحدي
الخطة اللي وضعت من قبل الحكومة مع أمانة بغداد هي إيجاد البدل البدائل. البدائل في هذا الموضوع تتعلق ببناء مدينة الصدر وبناء المدن الجديدة اللي راح تطلع جواهري والعلي الوردي، زائد الجانب الاستثماري البسيط اللي هو الاستثمار على المستوى المحلي الميسور الحال، مو الاستثمار الفخم اللي صار في سنتر العاصمة. تعرفون الاستثمار نعم. المهندس محمد الربيعي المدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، أعتذر لكن هذا ما يسمح به الوقت، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. طالب محافظ النجف الأشرف يوسف مكي قناوي وزارة الكهرباء بزيادة حصة المحافظة من الكهرباء، وقال بيان لمكتبه إن المحافظ التقى في بغداد وزير الكهرباء زياد علي فاضل وناقش معه واقع الكهرباء في المحافظة، وطالب قناوي من الوزير زيادة الحصة المخصصة للمحافظة من الكهرباء. إلى ذلك التقى المحافظ وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله في بغداد وناقش معه المشاريع الروائية في المحافظة وضرورة زيادة الحصة المائية المخصصة لمحافظة النجف الأشرف. أكد رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي حاجة المشاريع المتلكئة في المحافظة إلى تدخل الحكومة الاتحادية، وقال المسلماوي في مداخلة له بمرصد سابق إن بابل عانت الحرمان والإهمال من الحكومات المركزية السابقة لإنعدام البنى التحتية. أعتقد بأنه مجال الحل الكبير والذي يحيل على القرض البريطاني بكلفة 298 مليون دولار على شركات بريطانية، يعني العمل بها غير يعني مرضي وغير جيد، لأنه تعاني هذه الشركة من شحة التموين وشحة الأموال اللي هي تأتي من الحكومة البريطانية. هذا أعتقد بأنها تحتاج إلى تدخل من الحكومة الاتحادية. ضغطنا جاهدين بأنه يكون للحكومة الاتحادية موقف ودولة رئيس وزراء بالاجتماع الأخير مع بالهيئة التنسيقية، أوعدنا بأنه راح يكون له دور كبير بأن تتوفر الأموال، وكما تعلمين بأنه الخدمات مرتبطة ارتباط وثيق بالأموال. الحكومة المحلية ومنذ تسلمها المنصب في ذي قار أخذت على عاتقها تطوير المدينة من خلال إكمال المشاريع المتلكئة وإنجاز مشاريع جديدة تخدم المواطن الناصري. شارع النيل في الناصرية واحد من هذه المشاريع، شهد أعمال تأهيل وتوسعة وسيرى النور قريبا. وهاب الغزي. شارع النيل في الناصرية أحد أهم الشوارع المهمة والتي عانت من الإهمال والازدحامات المرورية والتجاوزات، انقلب حاله 180 درجة بعد إعادة تأهيله وتوسعته من جديد. طبعا احنا كأبناء هذه المناطق الشعبية، حي الشهداء، سومر، صالحية، أريدو، حي العسكري، حي الحسين، حي الرافدين، نشكر كل مسؤول شريف يحس بمعاناة هذه المناطق الشعبية اللي ضحت واللي قدمت للوطن وللبلد. فاليوم تشوفون هذا شارع النيل. شارع النيل من الشوارع الحيوية والمهمة في مدينة الناصرية. اليوم تشوفوا هذا الشارع وبقية الشوارع تمتاز بالحلة الجديدة. المشروع والذي يعد من المشاريع الحيوية يبلغ طوله أكثر من 4 كيلومترات، تم إكمال بناه التحتية وفق أحدث المواصفات الهندسية، كما تم تشجير الشارع وإنارته وإكساؤه، وما هي إلا أيام ويفتتح بحلته الجديدة. بتوجيه مباشر من قبل الأستاذ السيد مرتضى الإبراهيمي محافظ ذي قار والسادة المسؤولين، تقوم دائرة مهندس المقيم لمشروع إنشاء والتطوير شارع النيل من المعوقين إلى فلكة الحبوبي بأعمال إكساء الطبقة الأخيرة، الطبقة السطحية الإسفلت 5 سنتيم. المشروع يتضمن 4 مقاطع وبطول إجمالي 4 كيلوات وربع، ويتضمن الأرصفة وطبقة توسعة الصب الكونكريت المسلح، والجزر الوسطية، حدائق وأعمدة إنارة،
وتوسيع حوضي الشارع للسائدين الذهاب والإياب. مواطنون أشادوا بدور الحكومة المحلية بتقديم الخدمات للمواطن الناصري، مثنين على جهودها ومطالبين بتكثيف العمل في خدمة المدينة وأهلها. الناصرية اليوم تجدها مختلفة تماما عن العام الماضي والعوام التي سبقتها، وهذا بفضل جهود الحكومة المحلية والحكومة المركزية واهتمامها بهذه المحافظة المنكوبة والتي كانت منكوبة. إن شاء الله اليوم المحافظة قامت على سوقها وإن شاء الله للأفضل في الأيام القادمة. ما هي إلا أيام معدودات ويفتتح الشارع الذي يعد الشريان الحيوي لمدينة الناصرية والذي عانى من الإهمال طويلا، وهو شارع النيل. من مدينة الناصرية وهاب الغزي، الفرات. أكد مكتب رئيس الوزراء أن المذكرة الموقعة بين المصرف العراقي للتجارة TBI مع المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي جايكا تهدف لرفع كفاءة الشركات العراقية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن مذكرة التعاون تأتي في إطار مبادرة الحكومة العراقية بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص، وأيضا ضمن عمل اللجنة الخاصة بالضمانات السيادية المغطاة بقانون الموازنة العامة. فيما أشار إلى أن المذكرة تتضمن قيام المؤسسة اليابانية بتمويل مشاريع للقطاع الخاص العراقي لإنشاء مصانع داخل العراق بهدف توطين الصناعة الوطنية. فيما تابع البيان أنه في ضوء المذكرة سيتم تقديم مبلغ ابتدائي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشاريع المهمة التي تقدم خدمة للمواطن والاقتصاد العراقي، والتي ستسهم بتقليل الاستيرادات الخارجية وكذلك تقليل عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج. إلى ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني اجتماعا لمناقشة وتقييم عمل المصرف العراقي للتجارة TBI وإسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية للبلاد. وذكر بيان لمكتبه أن السوداني أشار إلى أهمية دور المصرف العراقي للتجارة في دعم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ودوره كمؤسسة مصرفية في دعم وتنشيط الاقتصاد العراقي، مؤكدا حرص الحكومة العراقية على تطوير عمل المصرف ومعالجة المشاكل والعقبات التي يواجهها. وشهد الاجتماع التأكيد على اعتماد خارطة طريق تمكن المصرف من تسهيل تحصيل الديون المتعثرة التي بذمة المقترضين وعلى وفق أسس مرنة وعادلة، وذلك للارتقاء بعمليات المصرف العراقي للتجارة إلى أفضل المستويات. أكد اتحاد المصارف العربية أن الحكومة العراقية تدعم الانتقال بالبلاد من الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى الاقتصاد المتنوع الناجح. وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن أن تعزيز الثقة الدولية في المصارف العراقية تتطلب جهدا مضافا على جبهات متعددة لتعزيز بيئة الامتثال لدى المصارف العراقية. وأشار إلى أن هناك 4 مقترحات لتعزيز بيئة الامتثال لدى المصارف العراقية، حيث يتوجب على المصارف العراقية الاستثمار في البنية التحتية القوية للامتثال وتبني التكنولوجيا المتطورة الذي يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في مجال الامتثال، إضافة إلى اعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية وإعداد التقارير المالية، وذلك لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي. أما المقترح الأخير والأهم فهو إعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل، وخاصة في مجال الانتساب. أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق أن القطاع المصرفي يشهد تطورات نوعية كبيرة، فيما دعا إلى التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية العربية والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وقال العلاق إن ذلك
يعكس مدى توافق الرؤى التطويرية والأهداف الاستراتيجية فيما يتعلق بالموضوعات التي يتم تناولها، والتي تركز على مجالات جوهرية وأساسية مثل دعم التنمية الاقتصادية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد العلاق أن البنوك المركزية واجهت تحديات متزايدة بعد عقود من الوظائف والمهمات التقليدية والتي يمكن أن تكون أقرب إلى السكون، حتى حملت كل فترة تحديات مختلفة استدعت منهجا خاصا في مواجهتها، لافتا إلى أنه بعد فترات طويلة من الانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم بدأ الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة تتسم بارتفاع التضخم ومستويات الدين العام والخاص، ما دعا البنوك المركزية إلى أن تتلمس الحاجة الملحة لإدراج الاستقرار المالي. وتابع العلاق أن الأزمة المالية في 2008 أعقبتها سلسلة من التحديات، حيث ارتفع الدين العام والاندفاع نحو رفع الفائدة لمواجهة تهديدات التضخم، لما يجعل خدمة الدين العام أكثر تكلفة. وذكر أن البنوك المركزية تواجه تحديات جديدة في التفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي في ظل هيمنة السياسة المالية العامة واضطرار البنوك المركزية لتسهيل ديون الحكومات المفرطة. وبين محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي العراقي شهد خلال 10 سنوات منصرمة تطورات نوعية كبيرة استجابة لمتبنيات وسياسات البنك المركزي العراقي. أعلن مصرف الرافدين تطبيق النظام المصرفي الشامل في فرعه الرئيسي، وذكر إعلام المصرف في بيان أنه استكمالا لفقرات المنهج الحكومي باعتماد الأساليب الحديثة في إنجاز المعاملات المصرفية وتوسيع دائرة النشاط المصرفي باستخدام الأجهزة التقنية المتطورة. يعلن مصرف الرافدين تطبيق النظام المصرفي الشامل في الفرع الرئيسي ببغداد، لينضم بذلك إلى الفروع التي تم تفعيل النظام الشامل في بغداد والمحافظات، بالإضافة إلى فروع المنافذ الحدودية وهي زرباطية، صفوان، عرعر، طرابيل، في خطوة مهمة لمغادرة العمل الورقي والانتقال الكلي باتجاه التحول الإلكتروني. ويرى مختصون أن التحول من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية سيحقق فوائد اقتصادية للبلاد، أبرزها الحفاظ على الكتلة النقدية للدينار العراقي والحد من استخدام العملات الأجنبية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد على المواطن. إحسان ياسين. التحول بشكل كامل من الدفع النقدي إلى الإلكتروني هدف ما تزال الحكومة تسعى إلى اعتماده في مختلف التعاملات التجارية والمالية، وهو توجه وصفه متخصصون في المجال المالي بالمهم، كونه يوفر العديد من الميزات والتسهيلات لمستخدميه. تتحول مجتمع من التعامل النقدي إلى التعامل السبراني للأموال، وهي سياسة حكيمة لامتصاص الكم الكبير من النقد المتداول، سياسة حكيمة باتجاه أن لا نضع كل أموالنا ضمن هذه ضمن احتكارات محددة في البيوت في يعني هذه ستنهي كثير من الأمور، ستسهل الأمور بالتعاملات، حمل النقد، الأمن الشخصي للأفراد للمؤسسات. فيما أشارت آراء ثانية إلى أن إشاعة استخدام هذا النظام محليا سيحقق أيضا فوائد للاقتصاد العراقي، أبرزها الحفاظ على الكتلة النقدية للدينار العراقي والحد من استخدام العملات الأجنبية، يضاف إلى ذلك تسهيل وتسريع المعاملات المالية وتوفير الوقت والجهد على مختلف شرائح المجتمع. الناس كلها تمتنع عن الإيداع في المصارف، يعني الكتلة النقدية 70-80% خارج المصارف بالحقيقة متسربة، يعني وهي تاريخية مو اليوم هذا. فلذلك الدفع الإلكتروني اللي بدأت الحكومة بالجباية الإلكترونية مع تشجيع القطاع الخاص سيساعد على تركز السيولة داخل الجهاز المصرفي، ويساعد على الشمول المالي، ويحسن بيئة الائتمان في العراق، وبالتالي ينهض العراق بفعل تكنولوجي مهم. ومن الجوانب المهمة الأخرى التي ستسهم في إحداثها هذه التجربة التي تتبناها العديد من البلدان المتطورة، الحد من حالات الفساد المالي والإداري، وكذلك تعزيز الشفافية في التعاملات المالية والتحفيز
على التجارة الإلكترونية. بالتوازي مع ذلك، أصدرت الحكومة مؤخرا عدة إجراءات تنفيذية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني، الهدف منها تعزيز ثقافة استخدام النظام، إضافة إلى مراقبة التعاملات المالية والتجارية بشفافية عالية. حسين ياسين الفرار، بغداد. ختام المرصد، أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.